كشف تقرير قانوني أعده البرنامج السوري لتطوير القانون أن حصة كبيرة من أموال المانحين والمساعدات الإنسانية المخصصة للشعب السوري تذهب إلى شركات مملوكة لأفراد يعتبرون من منتهكي حقوق الإنسان في سوريا. سنتوقف مع تفاصيل ما أورده التقرير أيضا، وأين ذهبت الأموال والإعانات، وكيف تمت الأمور من الأساس. المساعدة الإنسانية تذهب إلى أيدي منتهكي حقوق الإنسان، جملة تحمل في شطريها كثيرا من التناقض، بيد أن العلاقة بين الأمم المتحدة ونظام الأسد عودتنا على ذلك، وهي التي زجت بقفص الاتهام مرارا حول فتحها شرايين خفية للنظام في سوريا من بوابة برامج المساعدات الإغاثية. تقرير قانوني جديد أعده البرنامج السوري للتطوير القانوني أشار إلى أن حصة كبيرة من أموال المانحين والمساعدات الإنسانية المخصصة للشعب السوري تذهب إلى شركات مملوكة لأفراد يعتبرون من منتهكي حقوق الإنسان في سوريا، مضيفا أن ما يقرب من 47% من تمويل مشتريات الأمم المتحدة تم منحها لموردين وصفهم التقرير بالخطيرين من المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو مرتبطين بشكل وثيق مع نظام بشار الأسد، وكذلك من الخاضعين للعقوبات الغربية. التقرير صوب أيضا على سلوك الأمم المتحدة بشأن السماح للفساد بالاستشراء بين موظفي المشتريات لديها، بالإضافة إلى توظيفها في مكتبها المحلية مؤيدين للنظام، في حين جاء تعليق وكالات الأمم المتحدة في سوريا بالتشكيك بما ذكر وتمسكها برفض الإفصاح عن أسماء الموردين لأسباب قالت إنها تتعلق بالأمن والخصوصية. الباحثون في إعداد التقرير بدورهم أوصوا الدول المانحة بضرورة مراقبة كيفية استخدام أموال المساعدات وبيد من تقع، خاصة أن الوكالات الأممية في سوريا تعرضت لاتهامات سابقة بدعمها لشركة على صلة بماهر الأسد وتمويلها لإحدى الميليشيات عبر برنامج الأمم المتحدة الإمائي في مدينة حلب. وآخرها كان قضية فساد مديرة مكتب الصحة العالمية في سوريا التي سرقت أموالاً للسوريين. وينضم إلينا معتصم كيلاني عضو المركز الأمريكي لدراسات الشرق الأوسط من باريس. مرحبا بك معتصم. قبل الدخول بتفاصيل الحديث، هل بات نهب النظام للمساعدات صدفة تفاجئ الأمم المتحدة مثلا؟ تحياتي العزيز أصلاً. لا أكيد ما للصدفة، اليوم وقت بيكون في آلية وقرار دولي لإدخال المساعدات العابرة للحدود لسوريا عبر الحكومة السورية من دون وجود آليات وضوابط تضبط هي العملية بالكامل وتمنع وجود عمليات فساد من الأمم المتحدة. يعني ما في آلية واضحة من الأمم المتحدة لحتى تمنع عملية الفساد، وبالتالي بتكون هذا الشيء مشرعا للحكومة السورية، وبيكون بالمقابل كمان هو مصدر للأموال للحكومة السورية. طيب، ما الآلية التي تسمح لنظام الأسد والمؤسسات التابعة لمواليه يستطيعون من خلالها السيطرة على كل تلك المساعدات؟ يعني تقريبا يسيطرون على كل شيء هم. طبعا في نقطة كثير مهمة، انه استمرار تدفق هاي المساعدات لسوريا عبر اللي هي بين قوسين اسمها المساعدات العابرة للحدود هي قانونية. طبعا في إلى عدة موجبات سمحت لها أنه تستمر هي المساعدات. الأولى هي القانون الدولي العرفي، قرار محكمة العدل الدولية أنه هي الانتهاكات ما بتنتهك، أو عفوا هي المساعدات ما بتنتهك المبادئ السلامة والسيادة، بالإضافة للقانون الدولي، وبالإضافة أنه سمحت للدول تمويل هي المنظمات بما أنه هي المنظمات عم بتدخل هاي المساعدات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للدول. النقطة الأساسية اللي أنا بشوفها هي يعني ما عم تقدر تضبط هاي العملية بالكامل. أول شيء ما عم يكون في عنا آلية واضحة من الأمم المتحدة بتسمح إنه تشرف على عملية الشراء وعملية التوزيع. عم تتم عمليات الشراء عبر الحكومة السورية، الحكومة أو عبر موظفين الأمم المتحدة المتواجدين بمناطق النظام، والكلياتنا بنعرف مين هدول الموظفين.
هدول الموظفين كلياتهم جزء من هذا النظام، جزء من فساد هذا النظام، وهنا موظفين محليين بيشتغلوا لدى الأمم المتحدة. يعني الفساد مستشفي من الجذور، اللي هو الموظفين لا تعاون مع المنظمات، اللي آخر شيء في تقرير طلع من الـ FFTA اللي هو The Foundation for the Defense of Democracy، واللي نحن كمركز أمريكا دراسات الشرق الأوسط ساعدنا ببناء هذا التقرير وتم تقديمه لوزارة الخزانة الأمريكية. الواضح انه اكثر من 94% من هاي المساعدات عم تصل للنظام السوري، واكثر من هاي ال 94% النظام السوري هو قادر، فقط هو الوحيد اللي قادر على توسيع هاي المساعدات. مع وجود مراقبين من الامم المتحده اللي هن المراقب محلي وليس مراقب دولي، يعني اليوم نحن عدم وجود آلية واضحة، عدم وجود مراقبي حقوق انسان مكلفين من قبل الامم المتحده، موجودين اجانب موجودين على الأرض السورية ليراقبوا هاي العملية، عم تتم العملية بالكامل تحت سيطرة النظام السوري. عمليات الشراء اللي عم تصير من شركات سامر الفوز، إياد بيتنجاني، مناف عباس، ماجد الزايد، رامي القبلان، أشخاص هلأ ممكن أعدل لك عشرات الأشخاص دخل لجيوبهم عشرات ملايين الدولارات خلال فقط العام الماضي، وهن أشخاص مرتبطين بشكل مباشر إما مع الحكومة السورية أو مرتبطين بشكل مباشر مع الميليشيات اللي بتدعم الحكومة السورية، وبالتالي هدول الأشخاص هم خطر وبيمثلوا خطر على حالة حقوق الإنسان. وهون المشكلة إنه هاي الشركات الكبيرة ما في عم يكون رقابة على الأموال عم تتدفق لسوريا، وبالتالي عمليات الشراء اللي عم تصير من هاي المؤسسات، وهذا الخليط بين Human Rights and Business، بتكون الأمم المتحدة بشكل غير مباشر عم تدعم هاي المؤسسات اللي هي already عندها انتهاكات لحقوق الإنسان، عم تمارس عمليات انتهاكات لحقوق الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي تكون الأمم المتحدة بطريقة ما عم تساهم بعملية الفساد وتمويل هدول المؤسسات بين قوسين اللي عم تدعم عمليات انتهاك حقوق الإنسان. طيب لو نتكلم أكثر بتفصيل حالة الفساد، المؤسسات المستفيدة من هذا الموضوع، وكيف تصل الأمور إليها، وفائدة النظام من هذا الأمر، وأين يذهب بالمساعدات النظام عندما يستولي عليها؟ لحلك شغلة طريفة جدا، وصدر قانون قيصر عام 2019، كان النظام بدأ أوريدي بإعادة الأعمار. النظام بدأ بإعادة الأعمار، وهي عن جد يعني نكتة كل ما تعني الكلمة، بالمدينة الوحيدة اللي ما تضررت اللي هي مدينة طرطوس. يعني بدأ عملية إعادة الأعمار، وكان في أموال عم تتدفق لإعادة الأعمار، وكان عم يخصص هاي الأموال لمدينة طرطوس. هاي الميثودولوجيا اللي بيتعامل فيها النظام، إنه هو العملية بالكامل طبعاً من أول ما بتصل الأموال لسوريا أو لشراء عمليات مثلاً المساعدات الغذائية أو المساعدات الإنسانية، من أول ما تصل هي الأموال طبعاً بيتم توظيفها لصالح الشريك عن طريق الموظفين اللي هنن أوريدي من هالبيئة الفاسدة، اللي هنن أبناء المسؤولين، أبناء هذا النظام. وهلأ بعد لك العشرات أنا بعرفهم، يعني مصدوم جداً أنه في أشخاص أولاد ضباط حتى عند النظام هنن موظفين محليين لدى الأمم المتحدة، وهنن بيكونوا مسؤولين حتى عن عمليات الشراء. عم يتم توجيه هاي عمليات الشراء بالكامل من دون وجود أي مناقصات، من دون وجود أي ضوابط قانونية للشركات المقربة من النظام السوري، مثل ما ذكرت لك، مثل شركة الفوز، بيتنجاني، القبلان، الحلبي، جندلي، نعال، هاشم أنا والعقاد، وعشرات من هدول الأشخاص اللي هن بيرتبطوا بشكل مباشر إما عن طريق علاقات اقتصادية مع بشار الأسد وأسماء الأخرى، وهذا اللي كان واضح بقائمة العقوبات الأولى اللي صدرت عن وزارة الخزانة الأمريكية. هدول الأشخاص اوريدي معاقبين، يعني بتم التعامل معهم بشكل مباشر عن طريق شراء هي المواد الغذائية أو الإنسانية، وبتم توزيعها حتى عملية التوزيع ما عم بتتم بطريقة بوجود مراقب خارجي. لا على سبيل المثال مراقبي حقوق الإنسان، ليش اليوم نحن ما عندنا آلية واضحة من الأمم المتحدة بتعين فيها مراقبين خارجيين شبيهة على سبيل المثال
بلجنة مراقبين العرب أو لجنة مراقبين دوليين ليجوا على طيب على سوريا. يعني هل القوانين داخل أروقة الأمم المتحدة والدول المانحة التي توصل المساعدة تجبرها على أن تتعامل بهذه الطريقة؟ يعني ألا يوجد أي طريقة أخرى؟ هي مجبورة بأن تتعامل من خلال ناس أو أناس معتمدين، وهؤلاء المعتمدين الذين يستلمون المساعدات يتصرفون بها كما يحلو لهم، وهم محسوبين على النظام دون مراجعة خلفيات الأمور. طيب لماذا عندما مثلا تقوم الأمم المتحدة أو المنظمات الأخرى بإدخال مساعدات إلى مناطق خارجة عن النظام توجد ضوابط، توجد القوانين، تشرف فيها بشكل مباشر ويكون هناك آليات وسلم المحاسبة واضح وشديد، لكن في مناطق النظام الأشخاص المعاقبين من الدول المانحة وحتى يعني لديهم مشاكل مع الأمم المتحدة يتعاملون على أنهم ثقة من الأمم المتحدة ويعطون المساعدات بشكل كامل ويتصرفون بها كما يشاءون باعتماد كامل. يعني هذا الذي تتكلم عنه هو اسمه اعتماد كامل وثقة، يعتمد على آلية ثقة، لا هذا ليس تعامل مع أشخاص معاقبين دوليا. 100%. رح اذكر لك نقطة كثير مهمة، في استبيان نعمل عن موضوع الشفافية الخاصة لوصول هي المساعدات للأكثر تضررا. طبعا بشمال شرق سوريا وشمال غرب سوريا عم تصل المساعدات، ما رح اقول لك 100% اكيد ما في شيء اسمه 100%، بس عم تصل المساعدات ضعف النسبة الموجودة عن مناطق النظام للأشخاص المحتاجين، رغم انه على فكرة كمؤشر اقتصادي الموجودين بمناطق النظام هم الأكثر طلبا للمساعده لانه الحياه معدومه بالكامل بمناطق سيطره النظام. الضوابط، المشكله الرئيسيه انه تم اقتراح اليه دوليه للمساعدات الخاصه بسوريا من قبل فرنسا، تم ايقاف هذا الشيء، هي الاليه عن طريق مجلس الامن من خلال استخدام روسيا لحق نقد الفيتو. اليوم أنا بوجهة نظري لازم يكون في ضغط من المجتمع المدني السوري مع الدول المؤثرة بالملف السوري لطرح الموضوع مجددا على مجلس الأمن، ويكون في عنا اليوم نحن قرار واجب التطبيق تحت الفصل السابع، ويكون في عنا آلية واضحة. هذا الحل الوحيد، هذا الحل الوحيد، لأنه القاعدة داخل دمشق بمناطق سيطرة النظام فساد جدا كبير، مستحيل الفساد، مستحيل إصلاحه. اليوم الحل الوحيد إنه يكون في عنا نحن حملة مناصرة مهمة كبيرة من منظمات المجتمع المدني السوري مع الدول المؤثرة لطرح الموضوع من جديد لمجلس الأمن، ويكون في طرح آلية واضحة لتشكيل ميكانيزم على سبيل المثال خاصة مراقبة شراء وتوزيع المساعدات الإنسانية والمالية للمتضررين أكثر. وهذه الفكرة تحديدا هذا الشيء بده سنوات طويلة، يعني هذه هي الفكرة سنوات طويلة، لكن الآن ما هي مسؤولية المانحين في ملاحقة ما منحوا والحيلولة دون وقوع تلك الأموال أو الإعانات بأيدي شخصيات معاقبة دوليا؟ 100%. وفي كتير دول على فكرة، في كتير دول اعترضت على هاي الآليات، يعني بس بتقول لك أنه أنا اليوم إذا ما أوفيت بتعهداتي الإنسانية تجاه سوريا وقدمت أنا هاي المساعدات وبدي أنطر أنا الأمم المتحدة أو بدي أنطر المجتمع الدولي لحتى يحدد آلية أعرف كيف عم تصل الأموال تبعي بشكل مباشر، ممكن هذا يأخذ سنين، وممكن أنه بتعرف أنت يعني خط الفقر بسوريا سنة عن سنة عم يزيد. اليوم نحن وصلنا لأكثر من 74% من الشعب السوري تحت خط الفقر، وهي نسبة كتير عالية، يعني هي نسبة ما فينا نحن نقول للدول أنه وقفوا المساعدات لأنه نحن مساعداتكم عم تروح للنظام. المشكلة الرئيسية أنه أنا بوجهة نظري اليوم عم يدق ناقوس الخطر، لازم يكون في شغل مع الأمم المتحدة بشكل كتير كبير لتطبيق هاي الآلية بشكل واضح، لازم نكون واضحين بموضوع العقوبات. أي دولة بتصدر عقوبات وحادية الجانب مش عقوبات أممية، لازم تضع مع آليات للتطبيق شبيهة بآليات تطبيق قانون قيصر. يوم اللي صدر قانون قيصر بال 2019 تم تطبيقه بال 2020، وضح وأعطى إشارات واضحة لآلية تطبيق هذا القانون. أما اليوم نحن وقت عم يكون في عقوبات مثلا أوروبية أو عقوبات أحادية الجانب من الدول، ما عم يكون في آليات تطبيق، وبالتالي أنت عم تترك المجال لا تفسير القانون، عم تترك المجال للفساد، عم تترك المجال لحالة الفوضى بتطبيق. نعم. او
نعم تابع سيد معتصم، نسمعك. عفوا، عم تسمح انت لحاله الفوضى انه تشتسري وتكبر اكثر بحال عدم وجود ضوابط واضحه لموضوع تطبيق هاي الاليات. اشكرك كثيرا معتصم كيلاني، عضو المركز الامريكي لدراسات الشرق الاوسط، كنت معنا من باريس. إيران تجتاح معظمية الشام بالسماسرة، هذا ما سنتوقف عنده في ملفنا التالي.